فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اليوم في حدود نص نهار في القاهره باش يتم سحب قرعه دوري الابطال وايضا كاس الكونفدراليه، طبعا الادوار التمهيديه اللي تنطلق في منتصف شهر اوت من 16 ل 25 اوت، وفما دور تمهيدي ثاني. الانديه التونسيه بالطبيعه اربع انديه تونسيه تشارك في الزوز مسابقات، الترجي والاتحاد الرياضي المنستيري في رابطه ابطال افريقيا، والنادي الرياضي الصفاقسي والملعب التونسي في مسابقه الكاف. للتذكير انه الترجي معفي من هذا الدور الاول، والاتحاد الرياضي المنستيري باش يلعب الدور التمهيدي، هو موجود في المستوى الخامس، بينما في مسابقه الكاف النادي الرياضي الصفاقسي معفي من الدور التمهيدي، والملعب التونسي يلعب الادوار التمهيديه وينطلق من المستوى الثاني. عطيتكم الترجي الرياضي التونسي بطبيعه في مسابقه الابطال، لكن مش وحده هو وصيف البطوله، فما ايضا حامل لقب الاهلي المصري سان داونز، الانديه المعتاده بيترو اتلتيكو الانغولي، وايضا تيبي مازيمبيا الكونغولي. مدام بطبيعه الادوار التمهيديه تنطلق في وسط شهر اوت، بالتاكيد بالنسبه للملعب التونسي وايضا لنادي الرياضي الصفاقسي التحضيرات باش تكون كبيره، وبعيدا عن المفاجات اللي نعرفوها في القاره الافريقيه. للتذكير راهو ما فماش دور تمهيدي او دور ثم النهائي ثاني للناس اللي تنسحب من دوري الابطال، تكون عندها وقتها امكانيه وانه تدخل دوري المجموعات في مسابقه الكاف. الكاف كانت خذيت قرار وانه الانديه اللي تنسحب تنسحب مباشره وما تكونش عندها الامكانيه تدخل مسابقه كاس الاتحاد الافريقي. اليوم الأربعاء اجتماع المكتب الجامعي للإعلان عن الإطار الفني لكل المنتخبات، ونذكركم بالإطار الفني بالنسبة للمنتخب الأولاني المدرب فوزي البنزرتي بمساعدة مهدي النفطي وعثمان النجار، بالإضافة للنقطة هذه أيضا باش يتم النظر في نظام البطولة في الرابطة الثانية والثالثة. بالنسبة للأندية في انتظار تسوية ملف الحسين بن عيادة، النجم الساحلي يقترب من غلق ملف هام جدا، ملف ثقيل ماليا، هو ملف سليمان كوليبالي، تقريب ياسر المبلغ للمليار، والنجم الساحلي ذكركم كان استقر على اسم المدرب حمادي الدو للإشراف على الفريق الموسم القادم. أنيس بوجلبان في تجربة جديدة مع صعود ترجي جرجيس للرابطة الأولى، هو المدرب القادم وينطلق بطبيعة في التدريبات الجمعة الجاية. في الاتحاد الرياضي المنستيري غياب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق قبل الجلسة العامة 17 جويليا، نفس الوضعية بالنسبة للاتحاد تطاوين لأجل الجلسة من 10 ل 20 جويليا. في كرة السلة نهائي البطولة، بطولة الكبريات مازال ما تحددش بعد ما فاز النادي الرياضي الصفاقسي ذهابا وإيابا على الجمعية النسائية بجمال. جيم 3 مفروضة بين شبيبة المنازه وأمل الوطن القبلي، المنازه صاحبة الكأس بعد ما فاز كل فريق بمقابلة. ما زالت الأخبار تتوالى بالنسبة لعدد المشاركين والاختصاصات في الألعاب الأولمبية بعد وصول العدد ال 27 رياضي، اختصاص جديد ينضاف للسباحة التونسية مع أحمد الجوادي، 10 كيلومتر سباحة في المياه الحرة، إن شاء الله بالتوفيق وتبيع الأحمد مع بقية السباقات ال 400 800 و 1500. 10 دقائق في اللورو كانت كافية للاعب واتكينز أنه يخطف الأضواء، أنه يرشح إنجلترا للدورة النهائي ويصبح هو البديل التاريخي في مختلف المسابقات. نحكي على المقابلة المشوقة والمثيرة لجمعة المنتخب الإنجليزي بالمنتخب الهولندي في نصف نهائي لورو، قلت أن واتكينز هو اللي اختف الأضواء، اختفى باش يكون هو البديل التاريخي، وأيضا اختفى من جود بيلينغهام باش يسجل هدف بعد 10 دقائق بالضبط من اللي دخلوا ساوث جيت، أنه يلعب المقابلة دخل 80 دقيقة يسجل 90 دقيقة ويسجل مش أي هدف، هدف الترشح للنهائي. مقابلة كانت مشوقة مثيرة، والحقيقة الأدوار الإقصائية الكل أعطتنا مقابلات في مستوى كبير وإثارة كبيرة. البارح هولندا كانت هي اللي بادرت بالتسجيل، شعلت المباراة، خرجت في المنتخب الإنجليزي أفضل ما عنده، رغم ما تقال بتبيع على ضربة الجزاء اللي اعتبروها برشا قاسية وكان سجلها لاعب هاري كين، لكن في الأخير بتبيع المنتخب الإنجليزي يخطف الترشح من المنتخب الهولندي. النهائي فيه انجلترا لكن خارج ويمبلي، كيف سيكون جمهور المنتخب الانجليزي؟ اول مره في تاريخ الكره العالميه سنشاهد اسبانيا في مواجهه انجلترا.
إسبانيا تلعب من أجل انفراد بالرقم القياسي في عدد بطولاتها الأوروبية 3، هو رقم مشترك مع ألمانيا اللي كانت بتبيع هي مرشحة أنه بتكون عندها اللقب الرابع بعد سنوات 64 2008 و2012 بقيادة بتبيع واحد من أهم النجوم الصغيرة سنا لكن قدمت مردود كبير لامين يامال. في المواجهة المنتخب الإنجليزي ما عنده حتى لقب أوروبي وفقط عنده كان لقب العالمي سنة 66 ذكروا في الدورة الأخيرة بطبيعة كان هو وصيف البطولة وخرج أمام المنتخب الإيطالي مقابلة في برلين نهار الأحد 8 متاع الليل. الكوبا أمريكا أيضا تعرفنا على لافيش الأخراني والزوز منتخبات اللي باش يلعبوا الدورة النهائي بعد ترشح إسبانيا، الكل كان ينتظر اليوراغواي لكن ترشحت كولومبيا، ممكن برشا يستناو في لويس سواريز مش في خامس رودريغيز يلقاو مع المنتخب الكولومبي اللي أيضا امبارح الحقيقة مقابلة كانت ممتازة على مستوى الإثارة والأداء، فاز بها المنتخب الكولومبي بهدف لصفر. كولومبيا من أجل لقب ثاني تاريخي بعد لقب 2001 فاز به في أرضها في بوغوتا، بينما الأرجنتين من أجل لقب رقم 16 لتنفرد بالرقم العالمي أو الرقم القياسي أمام الأوروغواي اللي عندها في تاريخها 15 لقب. قامل النهاية البرشا أسماء في المنتخب الأرجنتيني، أساسا ميسي بعد التتويجات مع المنتخب اللي جات في سنوات قريبة برشا من اعتزاله بعد المونديال 2022 قبل الكوبا أمريكا، قريب أيضا من إضافة كوبا أمريكا، المقابلة منتظرة فجر الاثنين. اخر اخبارنا تهزنا لريال مدريد اللي باش يكون هو محور الحقيقه الحديث وهو الواجهه بعد نهايه الكوبا امريكا وايضا اللورو، باش ناخذ كلنا على الصور اللي باش تجينا من ملعب البرنابيو. نهار ثلاث في الملعب هذا ملعب البرنابيو 16 جويلية باش يتم تقديم كيليان مبابي، وكيليان سيحمل الرقم 9 وفما مشاكل على الارقام في ريال مدريد، رقم كروس اللي هو رقم 8 خذاه فالفيردي بعد ما كان يلبس 15 في انتظار رقم البرازيلي الصغير ايضا سنان اندريك. هكا وصلت معكم لختام موعد هذا، نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه، اجمل تحياتي نجوى طالبي. سيف سنان الكار الدول شط برور وبحور تبقينا في الذكريات من شط لشط مع الرياضيين والرياضيات.